من الاستماع. بسم الله وعلى بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين متابعين الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فمرحبا بجميع الضيوف الحاضرين من دول مجلس التعاون، فمرحبا بكم. هذا هو يوم الختام، ختام هذا المهرجان بطولة الكويت السنوية. هذا هو يوم السيوف والخناجر، يوم الذهب. ننطلق مع شوط الزمول، شوط يحمل شعارات كبيرة، أسماء خطيرة، عمالقة التضمير حضروا من أجل هذا الخنجر. من سيكون بطلا لهذا الشوط؟ من سيكون من هذه الزمول البطل الذي سوف يظفر بهذا الخنجر؟ ننطلق مع شوط الخنجر. انطلق شوطا عليه العلم في كل الجزيرة. يا سلام الله، وكل يطلب الله السلامة. شوط رمز حضروا فيها العرب من كل ديرة. شوط موج، شوط موج بحر يغرق الكون التطامة. كل زمل زعفروه محضر يقبقب هديرة. انتهت حرب الرغامة، توجددنا الرغامة. خنجر الناموس رقمه واحد ما في غيره، علم اللي يحسب ان الرمز ضحكه وابتسامه. هذا هو شوط الرمز، شوط الاشواط. ننطلق من 8 كيلومترات، هي المعركة، هي التحدي، هي الصراع لهذه الاسماء والشعارات الكبيرة. ننطلق مع مقدمة الشوط، اول الاسماء، اول المراكز. ارى المركز الاول والصدارة شعار احمد بن مطر بن ماجد الخيلي مع الزناتي الحاضر والمتواجد. على مقدمة الشوط وعلى الصدارة شعار احمد بن مطر بن ماجد الخيلي. اما ثاني الاسماء، ثاني المراكز، ارى الحضور والتواجد من هذا الشعار الحاضر والمتواجد. مضياف الحاضر لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي، من يقدم لنا مضياف على ثاني المراكز. حاضر الان ومتواجد بشعار بن دري على المركز الثاني. ثالث الاسماء، ثالث المراكز، مرزام الحاضر والمتواجد، لسهيل بن عبيد بن محمد العامري، من يقدم لنا مرزام على ثالث المراكز. رابع الاسماء ورابع المراكز، ارى الحضور والتواجد من هذا الشعار الحاضر، معالج لحمد بن نهيان العامري الحاضر والمتواجد على رابع المراكز. حاضر الان بشعاره، بحضوره، شعار بن نهيان الحاضر بكل قوة على رابع المراكز. خامس الاسماء، خامس المراكز، ارى الحضور من مربح لمانع بن علي، مربح لمانع بن علي الشامسي، من يقدم لنا مربح الحاضر على خامس المراكز. وشعار الخيالي قادم الان مع وابل الحاضر والمتواجد بكل قوة. شعار الخيالي حاضر الان ومتواجد، ولكن نعود الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى التحدي الاول، الى مضياف الحاضر والمتواجد مع بن دري. مضياف على مقدمة الشوط لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي، حاضر ومتواجد بكل قوة. هذا وصيف الرمز في العام الماضي في مهرجان الامير المفدى، الحاضر الان والمتواجد
بكل قوة على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. حاضر الان مع بن دري ثاني المراكز ثاني الاسماء الزناتي الحاضر الان والمتواجد لاحمد بن مطر بن ماجد الخيلي صاحب هذا الرمز صاحب الرمز في العام الماضي في سن الثنايا يحضر الان ويتواجد بكل قوة وصاحب السيارة في المؤسس حاضر الان ليتسلل الى مقدمة الشوط الى اول المراكز يخطف هذا يخطف المقدمة ويحضر بكل قوة ثالث الاسماء ثالث المراكز مرزاق الحاضر الان والمتواجد لسهيل بن عبيد العامري على ثالث المراكز رابع الاسماء ورابع المراكز ارم عالج الحاضر الان والمتواجد لحمل شعار بن نهيان حمد بن نهيان العامري من يقدم لنا معالج الحاضر والمتواجد بكل قوة صاحب انجاز في العام الماضي في ختام الوثبة في سن الثنايا يحضر الان ويتواجد في شوط الرمز خامس الاسماء خامس المراكز وابل الحاضر الان لاحمد بن مطر الخيالي صاحب رمز في ختام الوثبة العام الماضي والشوط الرئيسي في مهرجان المؤسس حاضر الان ومتواجد في هذا الشوط في الشوط الزمول في خنجر الزمول لمن هذا الخنجر من هذا الاسماء القوية من هذا الاسماء الكبيرة اسماء المنجزة حضرت وتواجدت في هذا الشوط الكبير لمن خنجر السمول لمن هذه الشعارات الكبيرة والاسماء خطيرة مضيافة على المركز الاول لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي على المركز الاول وعلى الصدارة يقدم لنا مضياف على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول بشعاره بحضوره الكبير على مقدمة الشوط وعلى الصدارة شعار سعيد بن احمد بن دري الفلاحي حاضر بكل قوة من اجل الرمز من اجل الذهب من اجل ذهب ثاني المراكز ثاني الاسماء الزناتي احمد بن مطر بن ماجد الخيالي من يقدم لنا الزناتي على ثاني الاسماء على ثاني المراكز ولكن ثالث الاسماء اردت التسلل والتواجد من معالج من يتسلل الى المركز الثالث حمد بن نهيان العامري قادم الان مع معالج حاضر بكل قوة بشعاره الكبير من تميز في هذا المهرجان في مهرجان في هذه البطولة الكبيرة حاضر الان بشعاره بحضوره الكبير مع معالج الحاضر والمتواجد بكل قوة رابع الاسماء ورابع المراكز مرزام سهيل بن عبيد سهيل بن عبيد العامري من يقدم لنا مرزام على رابع المراكز خامس الاسماء وابل 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 حاضر الان لاحمد بن مطر الخيالي من يقدم لنا وابل على خامس الاسماء ولكن ارى الحضور من العاصوف القادم الان شعار العيدة الحاضر والمتواجد هذا صاحب رمزين صاحب رمزين ناوي يضيف الرمز الثالث في رصيده ناوي يضيف ثالث في رصيده ولكن نعود لمقدمة الشوط الى المركز الاول الى الصدارة ليرى مضياف لا زال على المركز الاول مضياف لا زال على الصدارة محافظا على المركز الاول متمسكا على عرش الصدارة حاضر مع شعار بن دري الفلاحي ولكن ارى التسلل من الزناتي الزناتي يتسلل لاحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يخطف مقدمة هذا الشوط مع الزناتي الحاضر والمتواجد ولكن ارى معالج يقترب رويدة الرويدة من مقدمة الشوط حاضر المعالج
لحمد بن الهيان العامري مع الداهية مع الداهية. من يتابع معالج الحاضر بقوة على المركز الثالث برزام قادم مرزام قادم لسهيل بن عبيد العامري العيدة قادم مع العاصوف. العاصوف حاضر ومتواجد بكل قوة ووابل، ولكن نعود إلى التحدي الأول إلى معركة الزمول. معركة الزمول في الصدارة مضياف على المركز الأول، مضياف على مقدمة الشوط مع بن دري، مع بن دري على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. يحضر الآن مع بن دري الفلاحي الحاضر والمتواجد بكل قوة. السناتي حاضر الآن على ثاني المراكز، معالج على المركز الثالث. يا سلام يا سلام، هذا شوط الرمز، شوط الرمز، شوط الأشواط لمن من هذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة بكل قوة. هذا شوط الرمز، شوط رمز ما يجيه دواجة، ما يجونه غير روس حموية. الله، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، هجرت الزمول، بدأ دير الزمول عند الكيلو الأخير، عند الكيلو الأخير. معالج يتسلل، معالج يتسلل، بن هيان على مقدمة الشوط الداهية. من يقدم لنا معالج؟ حمد بن هيان العامري، ثاني الأسماء مضياف، مضياف المركز الثاني، ثالث المراكز. أرى القدوم من مرزام الحاضر الآن والمتواجد بكل قوة، ولكن معالج، معالج والعصف الأبطال، معالج العصف الأبطال، تحرك معالج. الله الله، يا هذا الإقلاع، الله يا هذا الطيران، أقلعت الزمول، أقلعت الزمول، ولكن معالج، معالج بهذه العروض الكبيرة، معالج بهذه العروض الخطيرة، غادر بالرمز، غادر بالرمز. أي عرض يهز الأرض، يهز الأرض، الميدان يتزلزل، الميدان يتزلزل تحت بهذا البطل. روح بالرمز، روح بالسلام، بالذهب، بالذهب، سلام معالج، سلام سلام للبطل، سلام. من خطف الخنجر مهدي، سلامات إلى ابناء الإمارات، سلام معالج، سلام، تهانينا والناموس على حصول معالج على المركز الأول وعلى الخنجر. سلام بن هيان، سلام. ثاني المراكز مضياف لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ثالث المراكز مرزام لسهيل بن عبيد العامري، ورابع المراكز كزناتي أحمد بن مطب بن ماجد الخيلي، خامس المراكز العاصوف لعبد الله بن سعيد العيدة. تهانينا والناموس على حصول معالج على شوط الخنجر وعلى الرمز بكل قوة، مهديا السلامات إلى أبناء الإمارات، والرمز يغادر إلى أبناء الإمارات. سلام بن هيان، سلام، وسلام للبطل، سلام. هذا بطل الرموز، من ظفر في الخنجر لحمد بن هيان العامري. هكذا ملخص هذا الشوط، معالج من ظفر في الخنجر، وكانت المنافسة والتحدي ما بين مضياف ومعالج لحمد بن هيان العامري، وظفر في الخنجر معالج، ومهدين السلامات إلى أبناء الإمارات. سلام معالج، سلام. هكذا نرى لحظة وصول معالج خاطفا للرمز وللخنجر، والتوقيت الزمني لهذا البطل معالج 12 دقيقة 51 ثانية 98 جزءا من الثانية. سلام لمعالج، سلام. ثاني المراكز كان مضياف للسعيد، دخول جماعي ما بين، وهذه كاميرا الفوتو فينش، دخول جماعي ما بين مضياف
ومرزام، ولكن من حصد على المركز الثاني مضياف لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي 12 دقيقة 57 ثانية 49 جزءا من الثانية ثالث المراكز. مرزام لسهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري 12 دقيقة 57 ثانية 50 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والتهاني أيضا لراعي معالج حمد بن نهيان العامري.